مرحبا بحضراتكم في هذه الفقرة وملفات عديدة ومنها أزمات ومشاكل مستمرة معنا كل موسم، ومنها أزمات ومشاكل بيتم يعني القضاء عليها وإيجاد حلول ليها. دوري المحترفين أخيرا مع وضد والآراء المختلفة، يعني هنناقش كل ده طبعا، والكورة محليا وكمان عالميا. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن أحمد سلامة، يعني مهاجم منتخب مصر السابق اللي منورنا، هو في أجازة حاليا لأن خلاص بقى بيشتغل في الخارج، ونتمنى ليه كل التوفيق طبعا في الخطوة الجديدة دي. صباح الفل. صباح الفل، ازي حضرتك؟ منورنا ومشرفنا. اهلا بيك. تعالى نبتدي يعني كلامنا معاك برؤيتك للموسم اللي لسه خلصان ده من الدوري، شفته ازاي؟ يعني لو في ايدك ان انت تلخص لنا الدوري ده كان عامل ازاي، وخلي برضو حط في اعتبارك وانت بتجاوبني على السؤال ده فكره ان كان في صراع الهروب من الهبوط طال 7-8 فرق، فده في حد ذاته ممكن يضعف من شكل الدوري، من حجم المنافسه اللي في الدوري ولا لا؟ والله بدايه يعني انا يمكن الموسم اللي فات ده موسم المواسم الجيده جدا على المستويات الثلاثه، يعني سواء انهاء البطوله بشكل جيد للنادي الاهلي وبفرق اسابيع عن نهايه الدوري بشكل مباشر، ومنطقه الوسط او الذهبي اللي هو كان بيتنافس عليه الزمالك وفيوتشر وبيراميدز وبعض الانديه اللي كانت تحتهم على طول، زائد الصراع اللي هو زي ما حضرتك قلت اللي هو الهروب من الهبوط يعني. يمكن حرس الحدود، وده حاجه بتحزنني جدا ان انا ابن من ابناء نادي حرس الحدود، كان خلاص يعني بشكل كبير جدا او بشكل واضح من فتره ان هو خلاص من ضمن الثلاثه اللي نازلين يعني، لكن قبل الاخير والثالث من تحت ده اللي كان عليه شويه صراع اكتر. يعني قدر بعض الانديه بخبراتها وبتعاملها مع المباراه بشكل جيد وبالاستقرار والهدوء قدروا ان هم يخرجوا من دايره الصراع الهبوط ده، وزي الاسماعيلي مثلا، الاسماعيلي لحق نفسه من بدري شويه. كان في برضه بعض الانديه زي البنك الاهلي برضه في الاخر برضه لحق نفسه بشكل كويس، سيراميكا كليوباترا بنفس الشكل. يمكن كان الصراع في الاخر كان الداخليه، اسوان، اللي هم غزل المحله او يعني الانديه اللي هي نزل منها غزل المحله ونزل منها اسوان. على فكره معظمهم انديه شعبيه وجماهيريه. بالظبط، دي حاجه من الحاجات اللي بتحزننا جدا، ان انت الانديه الشعبيه عماله بتتضاءل وبتقل جدا في الدوري. متعه الدوري ان انت يبقى عندك جمهور للانديه اللي موجوده دي. طبعا. اصبحت الانديه الاكثر في الدوري هي انديه شركات او مؤسسات. يعني ده بيرجع برضو لحاجات او امور اكيد هنتكلم فيها في اللي جاي، لكن انا شايف ان هو الانديه الشعبيه لازم تشتغل على نفسها اكتر من كده، لازم تلاقي موارد، لازم تحضر اكتر، لازم، لان خلاص يعني بقت امر واقع ان انت عندك مؤسسات وعندك استثماري بشكل كبير جدا، يعني في جهات استثماريه كبيره بتتبنى انديه وبتشتري، زي بيراميدز ما عمل مع الاسيوطي، زي فيوتشر لما اتعامل مع نجوم المستقبل، زي يعني في حاجات بتحصل فاركو وغيرها. بالظبط، وفاركو والحاجات دي كلها. فلازم الانديه الشعبيه تلاقي موارد اكتر، تلاقي سياسات مختلفه شويه عن سياسه اللي انا مستني الحاجه تجيلي لحد عندي وبعتمد على ان انا عندي خلفيه جماهيريه كبيره وناس بتدعمني. لا، لازم شغل اكتر، لازم الجمعيه العموميه لما تختار رئيس نادي تختار رئيس نادي عنده حلول وعنده رؤيه اكبر واوسع وعنده خطط للمستقبل بشكل جيد يقدر يتبني عليها ان النادي يستقر بشكل كبير او بشكل افضل واكبر في الدوري الممتاز يعني. لكن لو فضل الانديه الشعبيه او الجماهيريه تختفي واحده ورا الثانيه، بتشتغل بنفس السيستم ده او بنفس الرؤى والافكار دي، مستحيل الانديه الشعبيه هيكون ليها تواجد في الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا جدا، كلها ضخ اموال كبيره جدا طبعا. جدا من المستثمرين ومن المؤسسات. فاتمنى ان الانديه الشعبيه يقدروا يحافظوا على قيمه وعلى تاريخهم. بالظبط، على التاريخ اللي متواجد اللي اتبنى من سنين طويله يعني. لما اجي اتكلم عن انديه الشركات وانتشارها بشكل كبير في الكره المصريه والناس ابتدت تقول لك هيمنتها على الكره المصريه، هل انا كده بتوقع ان الجماهير والمتعه الجماهيريه للدوري المحلي، الدوري المصري الممتاز او دوري النيل بقى خلينا نقول، هتقل بشكل كبير موسم ورا موسم ورا موسم، لان الانديه الجماهيريه خلاص للاسف الشديد ممكن ان هي يتم يعني
القضاء عليها خليني بالزبط. اقول كده، وانتشار انديه الشركات، وبالتالي هي انديه غير جماهيريه تماما، فانت هتلاقي عندك 5 6 انديه هي اللي ليها جماهير والباقي ما فيش. بالظبط، هي دي القصه اللي بنتكلم فيها. هل ده اللي جاي السيناريو القادم؟ ده اللي انا متخوف منه، يعني انا متخوف من ده، يعني ده لو تم متعه الكوره في مصر هتقل بشكل كبير جدا. يمكن الفتره اللي فاتت كانت متعه الكوره ان انت عندك جماهيريه، بالذات كمان لما كان في الجمهور بيحضر في المباريات او في الاستادات، كان بيدي طابع او انطباع جيد جدا جدا للكوره في مصر، وقد ايه ان الكوره في مصر بيها اهتمام او يعني في اهتمام بيها بشكل كبير جدا. صحيح. جدا، وان هي بتدي حاله برضو من الجمهور في المدرج، بيدي حاله كويسه جدا. احنا كنا بنلعب ايام ما كنت انا موجود كلاعب، كنا بندخل الملعب في 40 و50 الف متفرج. طبعا. ده بيخليك انت بيبقى ليك استعدادات افضل وباكثر اهميه، واكثر بهتم بشكل اكبر، وباخد بالي من طبعا. من اكلي ومن شربي ومن نومي، ومن عايز اظهر بافضل شكل طول الوقت قدام الجمهور ده كله. فبيدي بينعكس ده على الاداء اللاعبين اثناء المباريات، بتلاقي الجماهير بتدي دوافع طبيعيه جدا جدا وايجابيه جدا جدا للاعبين اثناء المباراه. صحيح. ده كله بينعكس على تسويق الدوري بشكل جيد، على ان الناس تتابع، ان الدوري يبقى اقوى. انت في دوريات دلوقتي انت كنت سابقها بكتير بدات تتخطاك، وده يعني ده كمان يعني بينعكس على ان انت القيمه التسويقيه للانديه الجماهيريه ما بتلاقيش دعم كبير، ما بتلاقيش الدوري مش متسوق بشكل كويس. فانا شايف انه لا، الجمهور كان بيفرق معانا جدا، الانديه الشعبيه بتضيف للدوري متعه كبيره جدا جدا، حضور الجماهير ورا الفرق بتاعتها بتدي انطباع جيد طبعا. جدا، وبتدي حاله ايجابيه وحاله من الشغف وحاله من الجمال في ده اللي احنا كنا متعودين عليه. يعني غير جماهير الاتحاد الاسكندري والاولمبي في اسكندريه، جماهير المصري في بورسعيد، جماهير الاسماعيلي يعني ده اللي كان طبعا. احنا يعني متفقين ان توالي هبوط الفرق الشعبيه والجماهيريه اكيد بيفقدنا كتير من متعه المشاهده للدوري. طب في المقابل بقى، هل في انديه الشركات اي اضافه انت لمستها في الدوري؟ هل زودت من متعه المشاهده لماتشات الدوري باي شكل؟ تنافسيه اكيد هم بيضيفوا، لانك انت بتروح تجيب نوعيه لعيبه وكواليتي معين. الانديه الجماهيريه دلوقتي ما بقتش قادره تجيب نوعيه لاعب كويس، يمكن هم بيعتمدوا على اللي هو الحشد الجماهيري، وان احنا عندنا جماهير وبتلعب قصاد يعني او بتلعب في ظهر الجمهور طبعا. كبير وداعم ليك ومساند ليك بشكل كبير، لكن ده لوحده مش كفايه في الوقت ده، لازم دعم مادي للعيبه. اللعيبه دلوقتي بقى في العالم كله دلوقتي هيك شايف الناس بتسيب اوروبا وتيجي على الدوري السعودي مقابل اموال، يعني مقابل ان انت بتلاقي ليك مقابل اكبر من اوروبا بكتير. فخلاص دي بقت خلاص، يعني ده الكوره او الاحتراف الفتره اللي جايه هيبقى بالشكل ده، هيبقى عندك الانديه اللي عندها اموال وعندها قدره ماليه كويسه، هي دي اللي هتستمر، هي تجيب نوعيه اللعيبه الكويسه. اما تيجي تبص على فيوتشر تلاقي جايبين معظم اللعيبه لعيبه جيده جدا، تبص على بيراميدز جايبين لعيبه جيده جدا، تبص حتى المنتخب نفسه بقى بيعتمد، او مستر فيتوريا كان بيعتمد دلوقتي اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر، يعني هو دلوقتي يعتبر بيبص على الاربعه اللي فوق دلوقتي، هم دول الناس اللي عندهم القدره على ان هم يستقطبوا لعيبه. وزاد دلوقتي ابتدى كمان يدعم من الاهلي ومن فرق ثقيله، يعني زاد بالظبط. وزاد دلوقتي كمان يعني قادم بقوه، هيبقى من ضمن الكبار يعني الفتره اللي جايه، هيبقى في تحدي كبير. قطع العداله منقوصه بالظبط، لان احنا بنتكلم على كيانات تجاريه واستثماريه ضخمه، عندها قدره انها تعمل نادي وتموله وتدعمه وتطعمه بكل العناصر المطلوبه، لكن في المقابل طب الانديه الغلبانه بقى الجماهيريه للاسف هو ده اللي بنعيط عليها. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، انت لو ما كنتش كرئيس نادي او جماعه عموميه بتختار رئيس نادي عنده افكار وعنده رؤى وعنده سياسات مختلفه شويه عن السياسات القديمه اللي هي ما بتجيبش ما بتضخش اموال او ما بتجيبش، لازم يبقى عنده يسوق المنتج اللي عنده. انت نادي في ظهر الجماهير بالملايين، لازم تسوق الجماهير دي، انت تبقى ليها دافع او ليها عامل عندك في ان انت تسوق النادي بتاعك ده تسويق يليق، او ان انت يعني تبدا يعني تعمل ريبراندنج للفريق بالظبط. يعني هو ده اللي انا قصدي عليه، ان انت لازم يبقى ليك خطوه ايجابيه، ان انت تجمع للنادي بتاعك اموال تقدر تجيب لاعبين تقدر تنافس في الدوري، غير كده هتلاقي نفسك انت طول الوقت يعني واقف في دور ان انا اللي مظلوم وانا اللي الدنيا جايه عليا. وانا كابتن احمد خليني اسالك سؤال وجاوبني بشكل صريح ومباشر، سبب فشل الانديه بعض الانديه الجماهيريه هو
سوء الإدارة النابع من اختيار يعني أشخاص غير كفء في هذه المراكز؟ بشكل كبير، بشكل كبير. أنا شايف إن ده بشكل كبير جدا دول سبب فشل أصلا النادي. بالظبط، لأن أنا شايف إن أنت أولا رئيس النادي بيجي في أي نادي، يعني أنا شايف إن الجمعية العمومية بتجيب رئيس نادي هم شافوا فيه إن هو ممكن يدير بشكل كويس، والراجل ده بيكون خلفيته الرياضية أصلا مش عالية قوي، يكون بيوفر بيختار كوادر غير بالظبط، فبيبدأ يجيب ناس من صحابه يسندوا معاه في حتة إن هو يجمع لعيبة، إن هو يجيب مدير فني، إن هو يعمل حاجات يعني إزاي أطلع بالفرقة بشكل جيد، فبيبدا يجيب صحابه، وصحابه دول بيجيبوا صحابهم، فتحس ان هم جو عائلي كده جوه النادي، مش جو اللي هو بيفيد النادي بشكل جيد او بشكل مباشر. لا، انا شايف ان انا لما بكون عندي رئيس نادي ليه خلفيه رياضيه زي كابتن خطيب، الراجل يعني كان نجم كبير ورمز كبير وايقونه، يعني اسطوره من اساطير كره القدم المصريه، حتى لما بيكون ليه اي قرار بياخده هو عنده درايه بيه وعنده وعي وعارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيقول ايه، عارف هو راجع يعني ايه تداعيات القرار ده ايه، يعني بخبراته الاداريه وخبراته كلاعب وممارسته ونزل الملعب وحاسس بالمدرب والضغوط اللي عليه وحاسس باللعيبه والضغوط اللي عليها، بيعرف امتى ياخد القرار. فده كل ما يكون عندنا حد بالشكل ده كل ما هتلاقي فيه نجاح مستمر. طول ما هيبقى عندك حد ما عندوش القدره على اداره فريق كره القدم في الانديه الشعبيه صح. تحديدا عمره ما هتلاقي ناتج ايجابي ابدا هيحصل، هتلاقي كلها نواتج او هتلاقي الناتج سلبي طول الوقت او بيدي مردود مش اللي انت محتاجه. خلينا نقف في دردشتنا عند النقطه دي ونستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. ماشي، حديثنا لسه مستمر مع كابتن احمد سلامه. يعني في ملفات كتيره جدا، معلش بقى نتكلم في اللي احنا كنا بنقوله في الفاصل. ايوه. ربع مليار دولار، هل ممكن حد يرفض هذا المبلغ؟ لا طبعا، مبلغ كبير يعني، بس طبعا عقليه اللي بيتم عرض المبلغ ده، ويورو كمان مش دولار، خلينا نقول يعني عقليه اللي بيتعرض عليه المبلغ ده عقليه مختلفه تماما. يعني احنا طبعا بنتكلم على محمد صلاح والعرض من طبعا الدوري السعودي اللي كان معانا خبر النهارده انا وكريم، واتحسم هذا الموضوع من وكيل اعماله، قال لك احنا لن نقبل حاليا يعني الانتقال للدوري السعودي، احنا مكملين. فبس يعني برضو في وقفه لازم. اكيد الناس مقسومه نصين في مساله الكلام اللي كتب في الفتره الاخيره على انتقال محمد صلاح للدوري، وخصوصا بعد الارقام الفلكيه اللي بتتقال. الناس نصين، نص منهم شايف ان صلاح لا راسي وتقيل حاطط في دماغه خطه معينه وماشي عليها ومش مش هيسيل لعابه انجاز التعبير لاي اغراءات مهما كانت. بالظبط. وناس ثانيه وجهه نظر، الواحد منهم بيبقى عايز يمسك محمد صلاح يرجه كده فوق صلاح. الرقم ده مش هيجي تاني، فاهم قصدي؟ فانت شايف ايه في الموضوع ده؟ والله يعني هو المينتاليتي، يعني هو يمكن قالها محمد صلاح قبل كده، قال المينتاليتي بيفرق، العقليه عند اللاعب بتفرق جدا جدا. في لعيب يعني هو دلوقتي برضه في نادي كبير جدا بيحقق انجازات كبيره جدا، النواحي الماليه مش ضعيفه بالنسبه لمحمد صلاح في ليفربول، يعني في حاجات معوضاه لما تيجي تحسبها عمليه بالانس او عمليه توازن، هتلاقي اللي محمد صلاح فيه كنجوميه وكشهره وكدعم من كل الناس في انجلترا او في العالم كله، ان هو في مكانه كبيره، هو مش عايز ينزل على المكانه دي دلوقتي. ده لو حسبتها برؤيتك او بنظره التوازن، طب بنظره الوقت اللي فاضل لصلاح في الملاعب عموما قد ايه؟ لو استمر في ليفربول هيحصل ايه في الاخر بالمقارنه باللي هيحصله لو راح الدوري السعودي؟ اوكي تمام، يعني هو مش حاسبها ماديا بس، هو حاسبها ان انا عندي تارجت معين كارقام وكقياسات عايز اوصل لها، انا خلاص قربت ان انا اكون اسطوره من اساطير العالم، يعني على مدار التاريخ. فده بفلوس لوحده او ده لوحده بقيمه، يعني هو فيما بعد سنين طويله ويذكر اسم محمد صلاح ان هو في حد قرب من ارقامه او حد تخطى ارقامه او حتى ساوى ارقامه، فدي لوحدها بمبالغ كبيره جدا جدا او بحاجه يعني بتفضل في الذاكره طول الوقت. فمحمد صلاح عنده المينتاليتي بيفرق جدا في حته ان انت طب انا ابص على الفلوس. الحمد لله محمد صلاح يعتبر عامل فلوس كبيره جدا جدا، يعني الفتره اللي فاتت هو من افضل الارقام الماليه اللي موجوده او بس هو رد مدير اعماله برضو ايه، مسك فيه العصايه بالنص، قال لك الموسم ده احنا مش بنفكر، بس صلاح منفتح على العرض صح، ومستني لما يشوف نتيجه التجربه ايه وبعدها يقرر العام المقبل.
ده اللي انا الجملة بتكلم دي ممكن فيه، ان تبقى انت ايه؟ ممكن في الوقت الحالي ما يقدرش يبص او مش حابب ان انا ابص دلوقتي، لان انا شايف ان انا قادر اشتغل في الدوري الانجليزي او في اوروبا اكتر يعني لمده اطول، وما فيهاش مشكله خالص. انت كده كده العرض ده هيفضل يستمر، وبالعكس ده ممكن يتزايد الفتره اللي جايه كمان، يعني ممكن يتزايد الفتره اللي جايه مع ان انت بتلح ان انت عايز تجيب محمد صلاح وهو بيرفض، ممكن الارقام تزيد ويبقى ده يعني ورقه طبعا. ضغط شويه على الدوري السعودي ان احنا عايزين نجيب حد بقيمه محمد صلاح، يعني هيدي بالذات ان هو ليه شعبيه كبيره جدا. مصر انت عارف الشعب المصري شعب محب جدا للكوره وبيدعم جدا لمحمد صلاح ووراه في كل مكان. وانت بتشوف الانديه المصريه لما بتلعب في السعوديه بتلاقي كم الحضور الجماهيري وكم صحيح. فانا شايف ان ده هيبقى يعني هم لو دفعوا فيه المبلغ ده هم عارفين المبلغ ده هيتعوض بشكل كبير جدا جدا. أكيد. الناس اللي داعمه لمحمد صلاح في كل مكان هتشارك وهتبقى متواجده وهتحضر وهتدعم. فاكيد اللي محمد صلاح بيفكر فيه انا متاكد ان هو بيفكر صح. بدري جدا ان محمد صلاح يجي على الدوري السعودي في فتره زي دي. ممكن واحد زي بنزيما مثلا، اوكي تمام، ممكن عامل السن ان هو خلاص بدا يحس انه الفتره اللي جايه في ريال مدريد مش فترته يعني، لكن الفتره اللي جايه بالنسبه لمحمد صلاح في ليفربول هي فتره محمد صلاح. محمد صلاح مستمر بيتمرن بشكل كويس، بيطور بشكل كبير جدا، باصص لنقطه معينه عايز يوصل لها. يمكن بنزيما كانت امنيه حياته ان هو يبقى يعني ياخد البالون دور وحصل عليها، وده كان من زي ميسي برضو لما كان امنيه حياته ياخد كاس العالم، وخد كاس العالم وخد كوبا امريكا، وبدا ان هو عادي ان انا لو رحت بقى اي مكان تاني ما عنديش مشكله، انا عندي تارجت معين وصلت له وما فيش مشكله بعد كده. لكن محمد صلاح لسه عنده كتير وعنده يعني خطوات كبيره جدا ان شاء الله يوصل لها باذن الله الفتره اللي جايه. طيب خليني برضو أنتقل معاك شوية لفكرة هنا الكرة المصرية. منظومة الكرة المصرية اتكلمنا عنها وفي وعود كبيرة جدا إن شاء الله هذه المنظومة تكون أفضل في المواسم القادمة، والعمل بيبدأ من دلوقتي سواء في التحكيم مع بيريرا وغيره. حتى بيريرا أنا حاسة أنه هو جاي متحمس جدا، يعني كلاتنبرغ سمعنا أنه هو عنده أجندة وعنده سي في قوي وكان عنده تجارب ناجحة جدا سواء في السعودية أو في اليونان أو غيره. بس بيريرا كمان الحلو عنده والناس علقت على ده الشغف. الراجل قال لك أنا بعمل سيستم، بعمل يعني دراسة معينة، والموضوع هيتم القضاء على الأخطاء التحكيمية الفجة اللي موجودة وغيره وغيره من وعود كلنا يعني انبسطنا لما سمعناها. التحكيم وفكرة كمان دوري النيل والحديث عن تحسين الملاعب والشاشات والكاميرات والتطوير اللي حاصل كمان في كرة القدم. ليه حساك حزين وانا بتكلم؟ مش مصدق اللي بيتقال ولا لا ايه؟ لا انا لأنك ايه رد الفعل ده؟ انت عارضه الموضوع بشكل ايجابي. بحب انا متفائله بصراحه، ان شاء الله خير. ما عندناش اوبشن تاني، طب نعمل ايه؟ انا متفائل جدا برضه. انا متفائل هنضطر نصدق. انا متفائل. قول لنا رايك. انا متفائل جدا جدا بالراجل ده، لانك زي ما حضرتك قلتي انه متحمس جدا، ودي حاجه كويسه وايجابيه جدا ان يبقى حد عندك جاي يشتغل بحب وبشغف. بالظبط. فانا شايف ان هو لا، دي حاجه ايجابيه جدا، ولكن لازم احنا ندعم ده بان احنا برضه نسيبه ياخد قراراته وياخد صح. يعمل البلان بتاعه بشكل جيد جدا وينفذ بشكل كويس زي ما هو شايف. مش عايزين اي معارضات من اي جهه، سواء انتقادات بقى في النص بالظبط. يعني هو انا متاكد ان هو الراجل جاي يصلح ما افسده الماضي يعني. فان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدر نشوف الموسم اللي جاي موسم استثنائي بالنسبه للحكام. الراجل برضو باصص ان هو الفتره اللي فاتت دي كان في بعض السلبيات هيتم القضاء عليها، بان هو يعمل دورات تدريبيه او يعني زي حاجات تنشيطيه للحكام طول الوقت. يشوف تقييمات كمان، اتكلم عن التقييمات ويشوف، فدي امر اعتقد امر جيد جدا. حتى كمان اتكلم على الخبراء القدام اللي موجودين في القنوات ان هو هيقعد معاهم ويوضح لهم برضو وجهه النظر عشان يبقى يعني التراك واحد اللي هم ماشيين فيه، ما يبقاش في حد ماشي في اتجاه عكس التاني. فانا شايف ان هو الراجل يعني فاتح ايده لكل الناس، عايز يعمل منظومه كويسه. انت عارفه المنظومه التحكيميه دي من اهم العناصر اللي موجوده في اللعبه، ان هم اللي هم دول اللي بيعملوا العداله، وهم دول اللي بيعملوا حاله التوازن ما بين الانديه يعني. فهي دي حاجه انا شايفها مهمه جدا، ان ملف الحكام ملف
خطير جدا جدا وذو اهميه كبيره، ولازم يتم التعامل معاه زي ما حضرتك قلتي بحكمه كبيره جدا وبالتفاصيل اللي هي لازم يدخل في كل تفصيله سواء العداله. انا شايف معظم الحكام اللي موجودين حكام جيدين ولكن بيحصل عليهم ضغوط، فلو رفع من عندهم الضغوط دي اكيد هيحصل حاله كويسه وحاله افضل. يعني خصوصا الحكم المصري يعني مش نايل الثقه الكبيره من الداخل، يعني دايما يبقى في اعتراضات وتخوين وحاجات زي كده بيتعرضوا ليها او في اخطاء فيه، بس برضو انا لازم ادي الثقه في الحكم بتاعي لما اجي اقول انا نفسي الحكم المصري يبقى بيحكم دولي بعدد اكبر من كده بيشارك في بطولات عالميه علشان اقدر او يقدر هو يحقق ده، لازم داخلين يبقى واخد الثقه اصلا يعني من الجماهير المصريه وعنده الخبره بعد كده. احنا عندنا كمان السوشيال ميديا صعبه جدا جدا تاثر على اي حد، يعني بالذات ده حكم ده بني ادم يعني ممكن تشوه تاريخ بني ادم بالظبط، يعني كمان بيتاثر بالسوشيال ميديا وبالبوستات اللي بتتعمل والتويتات اللي بتتعمل والحاجات دي كلها بتفرق معاه جدا جدا. وكمان يعني عنصر الخطا او العامل الخطا ده في التحكيم ده وارد جدا جدا، يعني وارد جدا بنسبه عالميا مقبوله بنسبة تقريبا 10%، بس مش بتعمد يعني، بس النسبه ال 10% دي ممكن تلاقي مثلا جماهير نادي ما بيضغطوا على الحكم ده بشكل كبير جدا، ده كان فيها دفعه، ده كان فيها شده، ده كان فيها ممكن تعدي، يعني ممكن تعدي على 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 حكام في دوريات كبيرة جدا جدا أعظم من الدوري المصري بكتير، وممكن تعدي عليهم. بس هي بيني وبينك هنا الأخطاء التحكيمية عندنا غير مسبوقة، ملهاش زي في العالم. حتى كان قال لك في تصريح مرة، قال لك أنا بشوف حاجات هنا بتحصل في التحكيم بيشوف العجب ما شافهاش في العالم، هو كان ليه تصريح كده. لا أنا بتحصل أنا مع حضرتك 100%، أنا مش قصدي إن أنا إن هم جيدين جدا لدرجة إن هم ما بيغلطوش، لا أنا هم بيغلطوا، بس أنا قصدي إن الغلط ده وارد في أماكن كتير، ولكن أنا مع إن أنا بعطي الثقة واحدة في واحدة الدنيا دي بتمشي معي. لكن أنا شايف إنه لو وقفنا لكل حكم من الحكام دول على غلطة زي دي أو بتاع الكلام ده، أنت بتقضي على الـ على الـ على حتة التحكيم أو الثقة عند الثقة في بالنفس عند الحكم، يعني الحكم نفسه بيتأثر. فأنا شايف إنه يعني بريرا ده إن شاء الله هيعمل تطوير بشكل جيد جدا للحكام، نتمنى، وده بينعكس طبعا على الدوري ان هو بيكون افضل، بيكون في عداله اكتر، بيكون في كل واحد بياخد حقه. صح. لو في مشاكل بتحصل لاي نادي ما بتكونش بسبب تحكيم، بسبب القصور عندك انت كنادي سواء من اداره او سواء من لاعبين او سواء من اجهزه فنيه، ولكن ما يبقاش اللوم طول الوقت على الحكام او يبقى عندك انت طول الوقت شماعه اسمها الحكم يعني. صح. احنا كنا بنتكلم لغايه دلوقتي على ملف التحكيم، تعال نروح لشويه تفاصيل تانية في منظومه كره القدم. والكام يوم الاخاره كان فيهم كلام كتير عن افكار تم طرحها، ومن ضمنها رجوعا بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره ان الانديه انديه الشركات الغنيه هي اللي هترعى الانديه الشعبيه اللي جزء كبير منها مهدد بالهبوط. شايف حجم المنطق متحقق يعني لدرجه ايه في الموضوع ده؟ لا انا شايف كان انه كان حصل من الاول بقى. لا انا شايف انه ده يعني غير منطقي تماما ان انا اكون يعني انا شركه او مؤسسه صاحب فضل على نادي تاني وبدأ وانا طبعا. وانت لا انا شايف ان انت احنا ممكن نعمل بشكل محترم او بشكل مختلف شويه او بفكره افضل، ان المستثمر اللي يجي نقدر نعمل له شراكه ما بينه وما بين الانديه الشعبيه هو اللي يرعاها، لكن ما يكونش نادي هو اللي بيصرف على نادي تاني، يعني هنبقى منافسين بعد كده في لا نادي في النادي لا طبعا الشركه بالظبط يعني. لكن انا بتكلم ان انت لا انا ممكن كنادي انا ممكن كنادي او كمستثمر اجي ارعى نادي شعبي اضخ اموال يبقى ليا جوه النادي ده في شراكه ما بينه وما بينه انا هستفاد والنادي يستفاد. غالبا المستثمر هيجي هيبقى عايز يضخ امواله في نادي قائم بالفعل وتقيل بالفعل يعني فاهم قصدي؟ تمام. احنا عندنا يعني مثلا في انديه كانت في الدوري، يعني اسوان دي لو جالها مستثمر كانت ممكن تفضل موجوده في الدوري، عندهم لعيبه كويسه، بس كان يقدر ببعض التدعيمات ببعض الامكانيات. كابتن ايمن الرمادي معاهم عمل كم ماتش بالظبط، يعني اسوان ده كان يقدر، والنادي جماهيري جدا وبيمثل الجنوب وحاجه، يعني انا شايف ان هو لا كان النادي ده محتاج مستثمر، محتاج حد يجي يدعم بشكل كبير جدا، يجيب لعيبه تكون قريبه من لعيبه اللي هي اللي هم المجموعه السته اللي فوق او التوب 6 دول او الناس اللي فوق دول، لا يبقى انت عندك
لعيبه، يعني عندك لعيبه قادره تجاري اللعيبه دي وقادره تستمر في الدوري فتره طويله. اسوان بينزل وبيطلع طول الوقت، تلاقي غزل المحله بيطلع وينزل طول الوقت، تلاقي ما اعرفش نادي طبعا. انت لو عندك مستثمر او جهه استثماريه معينه بتدعم الانديه دي، انا متاكد انت عندك نادي المنصوره بقاله فتره طويله نزل ما طلعش، عندك نادي الترسانه نزل ما طلعش، عندك نادي الاولمبي نزل ما طلعش بقاله فتره طويله جدا. طبعا لو في مستثمرين الانديه دي وعندهم جماهيريه كبيره جدا وعندهم، يعني انت كمستثمر تقدر يعني تستثمر في الجماهيريه الكبيره دي، هتضخ اموال، هتضخ، هتلاقي في مقابل دعم كبير جدا. يعني جالنا من فتره يعني موضوع بيراميدز، موضوع فيوتشر، موضوع زد دلوقتي، موضوع بيجي لك مستثمرين يدخلوا على انديه يخلوا النادي بيولد كبير. يعني هو النادي طبعا بيتولد كبير طبعا. وما فيش حاجه اسمها هطلع اقعد سنه ولا بتاع الكلام ده وانزل انام لي سنتين تحت وبعد كده اطلع طبعا. لا لا خلاص، ده نادي بيطلع بيحط رجله اول موسم وبعد كده بيبدا ينافس على البطولات بعد كده. هو بينافس لوحده بقى، ما فيش حد بيشجع. اوكي تمام، انا ده اللي انا قصدي عليه. لو انا دلوقتي جيت كمستثمر وعندي ست سبع مستثمرين مسكوا ست سبع انديه جماهيريه كمان غير الاسماعيلي وغير المصري وغير الاتحاد، هيبقى عندنا على الاقل تسع انديه غير الاهلي والزمالك طبعا، دول يعني قلاع كبيره جدا. فانا شايف ان انت يبقى عندك 10 انديه على الاقل او 11 12 نادي جماهيري، يبقى انت عندك وعندك دوري حلو وعندك دور قوي وعندك طبعا ناس بتتابع. يعني كل نادي من الانديه الجماهيريه ده وراه ملايين بتابعوه، وراه ملايين مستنيين اخباره، وراه ملايين عايزين يعرفوا ايه الجديد عنه. فانت بتسوق دوري محترم جدا بجماهيريه كبيره جدا لكل نادي، عكس تماما ما انت عندك دلوقتي بيراميدز بيضخ اموال كبيره جدا وبيجيب لعيبه عاليه جدا على كل المستويات، ورغم كده ما فيش حد مهتم باخبار بيراميدز، فيش حد مهتم مثلا باخبار فيوتشر، ما حدش مهتم قوي. لكن تعالى قول مثلا نادي سي درجه ثانيه الاولمبي مثلا، هتبص تلاقي كل عشاق نادي الاولمبي داخلين يعرفوا اخباره رغم ان هو في الدرجه الثانيه او في الثالثه، يعتبر على الحسبه الجديده اللي احنا بنشوفها اللي هو المحترفين. هتبقى ازمه يعني وموجوده، وهنشوف ايه اللي هيحصل، بس نتمنى في يوم من الايام فعلا يجي مستثمر يبقى مش عايز حاجه غير ان هو يعني يستثمر في الانديه دي وينهض بيهم، وبالتالي هي هتبقى لونج تيرم انفستمنت يعني على المدى الكبير، بس مضمون في الاول وفي الاخر. بالظبط يعني انت بتتعامل مع جماهيريه كبيره، اكيد انت الناجح في الاخر يعني. صحيح كابتن احمد، يعني الوقت انتهى والاسبوع انتهى والحلقه انتهت، وكنت منورنا طبعا، ونتمنى الافضل باذن الله يعني للكره المصريه في العموم وللنادي الاهلي وغيره، لان اي اصلاح هيكون لاي يعني جزء في الرياضه المصريه تحديدا كره القدم المصريه هتعود بالخير للجميع، يعني بما فيهم اكيد النادي الاهلي. نتمنى لك اجازه سعيده وترجع بالسلامه ان شاء الله. دايما بكون سعيد مع حضراتكم. ده مكانك دايما دايما. ربنا يخليك، متشكر جدا. شكرا جزيلا، ونشكر حضراتكم على المتابعه، ونشوفكم على خير يوم الاحد الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.